بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش موضوع في الظواهر الكهربائية لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط. هذا الموضوع يتمثل في المقاومة الكهربائية. إذن لازلنا مع عناصر التيار الكهربائي المستمر. إذن وبدون إطالة نبدأ مع مناقشة النشاط المقترح في كتاب التلميذ حول المقاومة الكهربائية. إذن يقول: الوسائل المستعملة التي نحتاج إليها في هذا الدرس أو في هذه الوحدة يتمثل في إحضار ثلاث نواقل أومية ذات ألوان وقيم مختلفة ومعلومة، وبطارية دلالتها 4.5 فولت، مصباح توهج دلالته 4.07 أمبير، قاطعة سلك توصيل، أجهزة أمبير متر فولت متر وأوم متر أو أجهزة متعددة القياس. إذن بهذه الأدوات سنعرج على المورد المعرفي الأول الذي نريد معالجته، والمتمثل في قياس وقراءة أو القياس والقراءة المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية لناقل أومي. إذن وهنا لا شك يطرح علينا التساؤل: ماذا يقصد بالمقاومة الكهربائية وما هو الناقل الأومي؟ إذن فالمقاومة الكهربائية نعالجها أو نصفها من زاويتين. إذن فكعنصر كهربائي هي جهاز يقاوم التيار الكهربائي، هي جهاز أو كل عنصر موجود في الدارة الكهربائية بحيث يقاوم، يعني يمانع ويعرقل مرور التيار الكهربائي. أما من الناحية الثانية، من الزاوية الثانية، فالمقاومة هي مقدار كهربائي كذلك. إذن لها جهاز قياس، لها وحدة قياس إلى آخره، مثل ما هو وارد معنا في الموضوع. الناقل الأومي هو كل ناقل يتمتع بهذه الخاصية، أي يحول أو ينشر حرارة بفعل مرور التيار الكهربائي فيه. هذه خاصية الناقل الأومي. إذا لدينا هذه الوثيقة المعطاة، وثيقة 10، يقول في نص الوضعية: بالاعتماد على الوثيقة 10 اشرح طريقة قياس قيمة المقاومة الكهربائية لناقل أومي باستعمال جهاز الأوم متر أو متعدد القياسات، ثم قراءتها باستعمال طريقة شفرة الألوان. فقرة ثانية يقول: جد قيمة المقاومة الكهربائية ناقل الأومي الظاهر على يسار الوثيقة، يعني هذا الصورة، هذا ناقل أومي، كم تكون قيمته انطلاقا من هذه الشفرة الخاصة بالألوان الموجودة عليه. ولدي هنا ترميز أو دلالات هذه الألوان. إذن يقول: قل جد قيمة القيمة كذا، علما أن الحلقة الرابعة ذهبية اللون، يعني يقول لنا إذا كانت الصورة غير واضحة فهذا الحلقة الرابعة هنا التي تعبر عن دقة القياس كما هو وارد، يقول أنها ذهبية اللون. إذن سنحاول أن نجزئ هذا النشاط إلى جزئين ونقوم بمعالجته. إذن أخذنا صورة مكبرة لهذه المقاومة أو لهذا الناقل القومي. هو نفسه كما تلاحظون، له الشريط الأول بني اللون، الشريط الثاني أسود، الشريط الثالث أحمر، والشريط الرابع ذهبي اللون. هنا كما تلاحظون، يعني لكي نعرف هل المقاومة الناقل الأومي موجود بوضعية صحيحة بين أيدينا أم لا، تلاحظ أن الشريط الرابع يكون بعيد نوعا ما عن الأشرطة الأخرى، لذا نستطيع أن نحدد جهة المقاومة أو الناقل الأومي بسهولة. إذن من خلال المعطيات يقول أن اللون الأسود دلالته صفر، اللون البني قيمته واحد. لاحظ أننا كتبنا واحد توافق الشريط الأول، يعني نبدأ من اليسار إلى اليمين. الشريط الثاني لونه أسود، الأسود دلالته أو قيمته صفر، نكتب صفر. إذن ها نحن قد كتبنا 10.
الشريط الثالث قيمته يعني حسب لونه تكون عبارة عن قوة. هنا الشريط أحمر، الشريط أحمر، اللون الأحمر قيمته 2 بمعنى ستكون 10 قوة 2 هكذا. إذن يصبح الأمر في غاية البساطة، يعني نضرب 10 في 10 قوة 2 نجد قيمة المقاومة R التي تساوي 1000، R تساوي 1000. لكن ما معنى زائد ناقص 5%؟ إذن الشريط الرابع هو يقول الشريط الرابع يعبر عن دقة القياس. بما أن لونه فضي فالمعذرة ذهبي، فهم أعطوا لنا أن اللون الذهبي يكون، لاحظ هنا إذا كان عندك اللون ذهبي فمعناه أن دقة القياس تكون ب 5%، إذا كان فضي 10%، إذا كان أحمر 2%، إذا كان بني 1% على سبيل المثال. يعني حسب ما يكون لون هذا الشريط نأخذ دقة قياسه بدلالة المعطيات الموجودة معنا. إذن ما معناه؟ يعني كيف سنكتب R في النهاية؟ إذن فR ستكون بين هاتين القيمتين، بمعنى لاحظ يعني 1000 زائد 5%، نحسب 5% كم تساوي؟ 5% نحن لدينا 1000، إذن معناها 50 هي الخطأ المرتكب. يعني القراءة تاعنا للمقاومة تكون إما ب 1000 زائد 50 أو ب 1000 ناقص 50، هذا على حساب على حسب الشفرة، بمعنى هنا في شفرة الألوان هي تعتمد على المدور أو التقريب. فنتأكد باستعمال جهاز القياس الأوميتر أو متعدد القياسات. لاحظ أحضرنا نفس المقاومة، يعني هذا الناقل الأومي هو نفس هذا، لكن حينما طبقنا جهاز القياس على طرفيه، حينما طبقنا جهاز القياس على طرفيه وجدنا القراءة تساوي 1009 أو 1.09. يعني هنا ينبغي أن نركز، يعني لا نقول أن الشفرة خاطئة أو الجهاز خاطئ، هو أعطى لك دقة القياس، قال لك الألوان والشريط الرابع الذهبي يخبرك عن الخطأ الذي قد يحصل في القياس أو كيف تكون دقة القياس، بمعنى هذا الألف الذي وجدناه من الشفرات 3 شفرات يكون إما بزيادة 50 وإما بنقصان 50، بمعنى ستصبح المقاومة محصورة في هذا المجال، أي R تساوي 1000، إما بزيادة، إما بزيادة 50 وإما بنقصان 50، بمعنى 1000 أكبر أو يساوي 950، 1000 أصغر أو يساوي 1050. إذن لاحظ أن الجهاز قرأ لنا قيمة موجودة داخل هذا المجال، يعني لم يخرج من المجال المحصور الذي هو 950 و1050. إذن هذا بالنسبة للقراءة أو قراءة قيمة الناقل الأومي بالقياس المباشر، سواء باستعمال شفرة الألوان أو باستعمال جهاز القياس. إذن نمر إلى الجزء الثاني، يعني الأسئلة الواردة في هذا الموضوع. يقول أربط على جرب ولاحظ، أربط على التسلسل عناصر الدارة الكهربائية، ركب في كل مرة ناقلا أوميا ذي مقاومة كهربائية معلومة، ثم لاحظ شدة توهج المصباح بعد غلق القاطعة، قس في كل مرة شدة التيار. إذن حققنا ما يطلب منا. إذن ربطنا على التسلسل عناصر الدارة الكهربائية التي ذكرها، ركب في كل مرة ناقلا أوميا ذي مقاومة كهربائية معلومة، ثم لاحظ شدة توهج المصباح بعد غلق القاطعة، قس في كل مرة شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي والتوتر الكهربائي بين طرفي. إذن أحضرنا هذا ناقل أومي، هذا ناقل أومي يعني مخصص لإجراء التجارب، نسميه مقاومة متغيرة ريوستات. إذن ربطنا هذه المقاومة المتغيرة أو هذا الناقل الأومي كما تلاحظون، ربطناه على التسلسل مع مصباح والمصباح مع مولد، لا يهمنا هنا المولد كم دلالته، المهم يكون يكافئ هذه المعطيات لنستطيع رؤية التوهج والقراءة. إذن نلاحظ التوهج، التوهج متوسط
ونلاحظ قراءة الأمبير متر يقرأ لنا 0.19، بمعنى شدة التيار التي تمر في هذه الحلقة أو في هذه الدارة تساوي 0.19 أمبير، وهي المتسببة في هذه الإضاءة المتوسطة. ثم نقيس التوتر بين طرفي المقاومة. لاحظ، يعني لم نغير شيء، فقط الذي عملناه قمنا بإضافة جهاز الفولت متر. لاحظ أين هو مربوط، مربوط على التفرع مع الناقل الأومي. نريد أن نعرف كم هو التوتر بين طرفي هذا الناقل الأومي، إذن وجدناه 3.76، يعني عندما مر التيار قدره 0.19 وتوهج هذا المصباح بإضاءة متوسطة فإن التوتر كان بين طرفي الناقل الأومي يساوي 3.76. ثم يقول لي غير وسجل، إذن نغير المقاومة. لاحظ هنا، بما أنه ليست لدي مقاومة مختلفة، يعني هاتان مقاومتان أو هذان الناقلان متماثلان، هذان الناقلان متماثلان، بمعنى إذا نزعت الأول وعوضته بالثاني سأحصل على نفس النتائج السابقة، لذا فكرنا في ربطه مع التسلسل معا. يعني لاحظ أننا وصلنا هذين الناقلين الأوميين مع بعض لنحصل على مقاومة مكافئة تختلف عن السابقة، إذا ربطناهما كما تلاحظ. ثم وصلنا بنفس الكيفية السابقة إلى المصباح، انظر هنا الإضاءة لا تكاد تبدو، يعني صارت ضعيفة جدا، يبدو أن المصباح لا يضيء ولكن هو يضيء إضاءة خافتة. إذا حينما ركبنا هاتين المقاومتين معا، انظر ماذا حدث لشدة التيار، انخفضت من 0.19 إلى 0.13، تسببت في أن المصباح يكاد ينطفئ، لا يبدو لنا إضاءته مع نفس البطارية، يعني لم نغير المولد. ثم قسنا التوتر بين طرفي المقاومة الجديدة، المقاومة هذه تذكرون أن قبل قليل وجدنا 3.76، الآن الجهاز يقرأ لنا 5.44. إذن الآن سنمر إلى تسجيل النتائج كما طلب منا في الجدول. قبل ذلك نمر إلى مخطط الدارة الكهربائية التي أنجزناها، هذا هو الذي فعلناه، يعني حققنا هذا التركيب الكهربائي، مولد ثابت التوتر، قاطعة للتحكم غلق وفتح، ومقاومات نواقل أومية R1 R2 R3 وجهاز فولت متر ومصباح لنراقب الإضاءة وأمبير متر لقياس الشدة. إذن بعد ما حققنا هذا التركيب وأنجزنا مخططه سجلنا القياسات التي رأيناها وعلى ماذا تحصلنا. إذن لدينا الناقل الأومي الأول، قسنا مقاومته وجدناها R تساوي R1، يعني قسناه بالأوميتر وجدناها تساوي 19.6، يعني لما أظهر لكم الصورة سنراها لاحقا. ثم شدة التيار التي مرت في هذه الحالة كما رأينا، ثم التوتر بين الطرفين، ثم توهج المصباح. إذن ثم استبدلنا الناقل الأومي الثاني، الأول 19.6 الثاني 40.2. إذن عند الحالة الأولى، يعني لما استعملنا الناقل الأومي الأول وجدنا شدة التيار كما رأيتم E1 تساوي 0.19، في الحالة الثانية E2 تساوي 0.13. التوتر في الحالة الأولى 3.76، التوتر في الحالة الثانية 5.44. توهج المصباح في الحالة الأولى كان متوسطا، في الحالة الثانية ضعيف جدا. الآن قال لي احسب القيم R في E، ماذا تلاحظ؟ يعني اضرب قيمة المقاومة للناقل الأومي في شدة التيار الذي مر فيه، معناه سنضرب 19.6 في 0.19، ستلاحظ أنها بالتقريب تساوي نفس الناتجة للتوتر بين طرفيه. لاحظ، يعني قارن هذه القيمة مع هذه القيمة. إذن لما نضرب R1 في E1 كأننا نحصل على E1 3.72، هي بالتقريب 3.76. لنرى الحالة الثانية، نضرب E2 0.13 في R2 40.2، ستلاحظ أنها تساوي كذلك 5.22، 5.22 هي بالتقريب نفسها 5.44. إذن أفسر، هذه التفسيرات التي ذكرناها. الآن نأتي إلى
ما طلب منا من أسئلة لنجيب عليها. قال ماذا ما تأثير قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي على الشتيار الكهربائي المار في دارة كهربائية ذات مولد ثابت؟ إذن عندما تزداد قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي تقل الشتيار الكهربائي المار في دارة كهربائية ذات مولد ثابت، يعني هذا الذي رأيناه. لاحظ المقاومة 19.6 كانت شتيار 0.19، كبرت المقاومة في الدارة صارت 40.2، شدة التيار في الدارة تقل. إذن هذا الذي نجيب عليه، عندما تزداد قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي تقل شدة التيار الكهربائي المار في دارة ذات مولد ثابت، نحن لم نغير المولد. السؤال الثاني، ماذا يمثل الجداء R في E وكيف يسمى هذا القانون؟ إذن R في E وجدناه أنه يساوي، قلنا، التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة. الآن كيف يسمى هذا القانون؟ هذا القانون يعرف بقانون أوم لناقل أومي أو في ناقل أومي، أي R في E يساوي E، أي التوتر بين طرفي الناقل الأومي. نمر إلى الاستنتاج. قال بما يرمز للمقاومة الكهربائية وما هي وحدة قياسها وما هي أجزاؤها ومضاعفاتها. إذن في استنتاج قلنا السؤال الأول، يرمز للمقاومة الكهربائية بالرمز R resistance. ما هي وحدة قياسها؟ وحدة قياس المقاومة الكهربائية هي الأوم ورمزها أوميجا، رمزها أوميجا. ما هي أجزاء أو مضاعفات هذه الوحدة؟ نبدأ بالمضاعفات. من مضاعفات الأوم لدينا الكيلو أوم أو الميجا أوم، حيث أن 1 ميجا أوم يساوي 1000 كيلو أوم ويساوي مليون أوم. إذن 1 كيلو أوم يساوي 1000 أوم كذلك. إذن هذه بالنسبة للمضاعفات الشائعة والتي نتعامل معها. ما هي الأجزاء؟ إذن فلدينا من أجزاء الأوم الميلي أوم، هو وحدة صغيرة جدا، يعني حتى الأوم هو وحدة صغيرة، حيث أن 1 أوم يساوي 1000 ميلي أوم. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. ما هو الجهاز المستعمل لقياس قيمة المقاومة الكهربائية؟ ما هو رمزه؟ كيف يربط مع الناقل الأومي؟ إذن فجهاز قياس المقاومة الكهربائية هو الأوم متر، أو نستعمل بدلا منه متعدد القياسات. رمزه النظامي مثل ما رأينا في الأمبير متر والفولت متر، يعني نأخذ دائرة أو قرص ونضع بها رمز المقاومة الحرف أوميجا. إذن كيف يربط الأوميتر في الدارة الكهربائية مع العنصر الذي تريد أن تقيس مقاومته؟ يربط على التفرع معه بطبيعة الحال، أي بين طرفيه، ويشترط أن يكون هذا الناقل الأومي معزول عن الدارة الكهربائية، يعني لا يكون في دارة مغلقة يمر فيها التيار. إذن هذا لقياس المقاومة بشكل مباشر بواسطة جهاز القياس. إذن كما رأيتم هنا أعطيناكم صور التي نقيس بها مقاومة الناقل الأومي بواسطة متعدد القياسات. لاحظ أننا قسنا قيمة المقاومة للناقل الأومي الأول فوجدناها 19.3، ثم الذي قلت لكم بأنه مماثل له وجدناها تساوي 21.4. نعم، يعني هنا أنا اعتمدت على نتائج القياس، يعني هنا إذا جئنا للبطاقة مكتوب فيها أن المقاومة قيمتها 20 أوم وتمرر تيار قدره 3 أمبير. إذن ها نحن قسنا أمامكم، لم نجد 20 بالتمام، وجدنا 19.3، هذا منزوع البطاقة، يعني نفس الشيء بالنسبة لهذا، يعني مكتوب فيها كذلك 20 و 3 أمبير، لكن لما قسنا بالجهاز وجدنا 21.4، يعني ليس مشكل هناك في هذا الفارق الذي وجدنا. عندما ربطناهما مع بعض على التسلسل لاحظ ماذا وجدنا، ربطناهما مع بعض على التسلسل، يعني كأننا استبدلناهما بمقاومة أو ناقل أومين أكبر. إذن وجدنا 40.2، هذا 42.2 ما هي إلا المجموع 19.3 زائد 21.4، يعني نظريا هي 20 زائد 20. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالمقاومة
الكهربائية. في الحلقة القادمة بإذن الله سنتطرق إلى القوة المحركة الكهربائية وما يتعلق بها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.